خلال انا نتصورك في ايميسيون كولينير نجم نكون نشوفوا المشروع هذا. علاش نجم تشوفني خلف راسين كريم ما تلقاني حتى في حتى بلاصه نستغلوه باش نستهلك تصويرتي كممثل. بطلت البرامج؟ بطلت عندي عامين بطلت. بالها؟ نعيط لك في ايميسيون كولينير لا؟ لا. لكن سامي عيطت حاجة مبتكرة حاجة ما أنا تو عندي فيها معنى. كل يكون إنتاج كاري أنت كل إنتاج كل إنتاج نتاع 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 إي إف إم أنا. لا لا ما ندمتش أنك بطلت ال لا بالعكس لا بالعكس تو تو باش نعاود نبني على حاجة جديدة خمسة سنين شنو النجم نعمل موجود في التلفزة نجم تكون موجود ككرونيكور مرة لا لا كممثل كممثل عندك كممثل وكسيناريست زاد أن بلون كارير معناتها شادلي إي خمسة سنين برافو 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 زوج مسرحيات ان سيناريو لون انت قاعد تكتب في حاجه للتلفزه لا سيناريو يعني درامي فيتون وسيري يعني ديكالي في شكون المخرج؟ مخرج مازال بعد ما نحطوش انا كي يحضر المشروع ونحطه على الطاوله وقتها نجم نحكي عليه توا انا باش قلت الخمسة سنين هذوما يلزم ان شاء الله نحط مع راسي كاري بون كوراج برافو انك تعمل ان بلون اي ان بلون بالبلون لا وتو بيان فيه خاطر فما برشا ممثلين تراهم كل يوم في التلفزه ومن بعد تمشي يمثلوا ما تحس اللي سي با سا اي صعيبة صعيبة التصوير راهو تتحرق نتاع الممثل يبني كارير بشوي بشوي صحيح هي باهية الكرونيكور وكذا اما مرحلة وتمشي على روحها يلا بون كوراج شادي عايش